بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غنصايب واحد الطاجين ديال اللحم ديال الجمل بالخضرة، بغيت نشاركو معكم. راه كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، راه كل شيء كيعرف يطيب. غير بغيت نشارك معكم غضايا اللي هو هذا وما شهيتكم فيه. بسم الله على بركة الله. غندوز للمقادير. عندي هنا اللحم ديال الجمل، عندي كيلو لاروب، وعندي جلبانة، خيزو، بطاطا، جوج بصلات، وعندي زيت المائدة. وفي التوابل عندي الفلفل الحمراء، البزار، الملحة، السكنجبير، والخرقوم البلدي. وعندي واحد مطيشة اللي قطعتها ضويمات وحيت ليها الزريعة. وعندي الربيع، عندي هنا غير القزبور، ما عنديش المعدنوس باش تبقى لينا المذاق ديال اللحم ديال الجمل. بسم الله. غنجيب الطاجين، غنجيب الطاجين ندير فيه هذا اللحم هكا. اللحم ديال الجمل راه زوين وصحي. ورا كياكلو هما لين الريجيم. دابا غندير البصله، غنديرها غير بحال هكا عشوائيا، نقطع غير طريفات نشلضهم بحال هكا راه كيذوبو. وغنزيد هاد التوابل، الفلفله الحمراء والملحه غنقصها كثيره وقيله، حيت اللحم ديال الجمل راه كيجي مالح. وغندير الخرقوم والسكنجبير، راه ما درتش الثومه باش تبقى لينا المذاق ديال اللحم ديال الجمل، راه كتجي زوينه ولذيذه. بسم الله. غنقطع شويه الربيع بشويه، كنزيد هذا الفوق، ونزيد الزيت. ونشرمل هذا اللحم بهذا التوابل مع هذا البصله، نشرملها مزيان. غندير غير غضايا وبغيت نشاركو معاكم، راه كلشي عارف يطيب تبارك الله وصلى على النبي. وهذا بهذه الطريقه راه كيجي لذيذ، راه ما درتش الثومه. دابا غنردو يتقلى ونرجع نقطع الخضره. دابا غنقطع خيزو بحال هكا، ونحيد ليه هاد العظم ديالو. هذا كنلوحو ما كنديروش، وكنقطع خيزو بحال هكا رقيق. ماشي طيب لينا دغيا. طريق كيتهرس. دابا كنقطعو خيزو بحال هكا طويل، راه حيدت ليه العظم ديالو. راه كيجي زوين بحال هكا مع الجلبانة، وساهل. ها هو العظم ديالو، راه حيدتو ليه ما بقاش فيه. وكنقطعو هكا طويل، راه كيجي زوين طري. يلاه جبناه من السوق، غير دابا يلاه دخلت من السوق، مشينا لواحد السوق الاسبوعي، جبنا منه اللحم ديال الجمل، حيت هنا حدانا ما كيتباعش اللحم ديال الجمل.
الخضره من بعد ما قطعتها. قطعت هاد البصله دابا باش نديرها فوق اللحم. راه الطاجين كيتقلى، راه كنقطعها غير بحال هكا، هي عشوائيا راه كطيب كذوب. راه قطعت البطاطا وكملت خيزو، غتقطعو الخضرة بالطريقة اللي عجباتكم. غنمشي دابا نقلب اللحم وندير عليه هاد الخضيرة. هي اللحم من بعد ما تقلات تبارك الله كتجي، راه كتجي زوينه ولذيذه وصحيه. دابا غندير عليها شويه طماطيشه والبصله، راه البصله كتلقى الماء، وغندير خيزو. مقدار خيزو بحال هكا، ونزيد عليه الجبانه ولا البازيلا، راه كتجي زوينه في المذاق ديالها مع هاد اللحم ديال الجمل. هي كتجي مع اللحم ديال البقري واللحم ديال الجمل كتجي زوينه. ودابا غندير واحد شويه في الماء غير سكر، غندير نص كاس الماء، نزيد هاد البطاطا، هي طاجين غير عشوائيا، أو كنديرو البطاطا بحال هكا. ونخليو هذا الوسط نديرو فيه مطيشة والربيع من بعد، ما غاديش نديرو مطيشة دابا، دابا غنغطيه من بعد غندير مطيشة ومزيودات والربيع. دابا غنغطيه ونخليه يطيب، من بعد غنرجع معاكم باش ندير مطيشة والربيع. بسم الله كندير هاد المطيشة، راستو شوية ديال المريقة، واحد نص كاس تاع الما مازال، وغندير شوية الربيع، غنقطعو بحال هكا، وغندير هاد المزيودات، راه كيجيو زوينين. وغندير شوية الملحة من الفوق، غندير شوية الملحة من الفوق فوق البطاطا، وندير شوية البزار بحال هكا، هكا يجي واحد الطويجين ما شهيتكم فيه. ودابا غنسد عليه طيطيب ونرجع معكم إن شاء الله. ها هو الطاجين ديالي من بعد ما طاب، ها هو كي كيجي سخون راه معسل، سينزلو شي حاجة، هاهو شتي تبارك الله، كيجي زوين، وكنتمنى يعجبكم إن شاء الله، وديرو ليا جيم، وتشاركو في القناة، وتضغطو على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وفضلا ليس أمرا، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم، شكرا.